بلح البحر بقى. بلح البحر فيه مشكله كبيره جدا، لو ما اتغسلش كويس قوي والزفاره اتشالت منه بتفضل الزفاره حتى واحنا بناكله، فلازم يتغسل كويس قوي. انا غسلته هنا بميه وخل حلوه قوي، ماشي. هحط له برده ايه بقى، حبه ملح كده، وهحط له برده ميه مغليه، نفس قصه الاستاكوزا والكابوريا. الموضوع ده مهم جدا، مع ليمون، وهحطه ايه في الميه المغليه مع كرفس يشيل الزفاره. طب محتاجين ايه في الوصفه دي؟ جبنه راكفورت، محتاجين كريمه، محتاجين جبنه موتزاريلا، جزر، شرايح ليمون، ثوم، دقيق، زبده، وكرفس. خلاص الوصفه دي بقى مش قادره احكي لكم على جمالها، بالذات الناس اللي بتحب الجبنه راكفورت. لو مش بتحبوا الجبنه راكفورت اعملوها بالكريمه وخلاص، شيلوا جبنه راكفورت من الموضوع. بس الجبنه راكفورت بتخلي طعمه فظيع فظيع، يعني حاجه ثانيه خالص. ونحضر ووك كده صغننه نعمل فيها الكريمه بتاعتنا. طيب هسخنها كده كويس، هحط فيها زبده ودقيق، زبده ودقيق ومكعب مرقه. نحط الزبده، مكعب المرقه مع الزبده، فصين تومه كده. السمك التوم والكمون والكزبره من صحاب وصفات السمك والجمبري وكل حاجه من مشتقاتها. يعني اللي عنده بقى مشاكل دايما بقول استغنوا عن التوم ببودره التوم، بس طبعا مش بتبقى بنفس فايده التوم الصحيح ده. يعني زبدة، ثوم، مكعب مرقة سي فود أو جمبري، حبة كزبرة مع كمون. ريحة فظيعة اللي طالعة من الزبدة والكمون والثوم. الدقيق هنا عندنا ايه؟ هنا عندنا شوربة استاكوزا مع جمبري، هحط منها هنا، ماشي. وده ابتدت بقى ريحه الزفاره تطلع فيه، عايزه احط له شويه خل عشان لسه ايه هيتحط مره كمان. نعمل بقى كويس قوي عشان يبقى كريمي جدا. نحط له بقى حبه ميه مغليه، احنا اوريدي حاطين مكعب مرقه سي فود، فايه اصلا لو ما عندناش شوربه الاستاكوزا او الجمبري عادي نشتغل بالميه عادي. ونعمل حبه حلوين كده عشان عايزاه متغرق في كريمه الجبنه الراكفورت. اسيبها كده شويه تغلي واحس ان الدقيق كله داب جواها، وابتدي ايه اعملها تاني. طيب هرمي دلوقتي الميه دي، هحط تاني ميه مغليه عشان هو هياخد في الفرن 10 دقايق، فرن او مايكرويف المتاح عندكم. بقى ده كده وده كده. طيب هنحط هنا ايه بقى؟ الدقيق مع المرقه مع الزبده مع الثوم مع الكمون والكزبره، هنحط له فلفل اسود، عايزه شريحه ليمون كده عشان يبقى فيه طعم كده عصير الليمون جواه. فاضل لنا ايه؟ هنا هنحط الجبنه الراكفورت، جبنه الراكفورت والكريمة. عايزاه كريمي جدا، اول ما الجبنة تسيح هبتدي ايه احطه هنا بقى كده، هيكون بلح البحر كمان، بلح البحر كمان خلص. طيب
احط كده حبه جزر، ممكن نشوحه بالزبده وممكن نحطه كده، هو اصلا هيتغرق في الصوص. فايه عندي هنا حبه ذره هحطها برده. هجيب فصين ثوم هقطعهم كده بالطول شرايح، ده كمان طبعا ممكن يتاكل. بصوا الجبنه الريكفورد اهي، الكريمه، هحطها هنا بقى عشان تتقل بسرعه. وبصوا بقى نتفرج على بلح البحر، ده خلص كده خلاص. هصفيه من الميه بتاعته، الميه بتاعته بتترمي مش بنستخدمها، مش بتبقى حلوه خالص، فما تستخدموهاش مهما كان هو نظيف وشلنا الزفاره منه، ما بتبقاش حلوه خالص، فايه ملهاش لازمه. حطيت لاير كده من الجزر، صوابع الجزر، طماطم، ذره اللي معمول بالزبده، بلح البحر اهي دي فاضيه نشيلها، ماشي اهو ودي فاضيه، نوسع كده لاخواتهم، ماشي اهو. شايف الحلاوه؟ شايفين؟ هنعمل ايه بقى؟ هنجيب الكريمه اللي بالجبنه الراكفورد ونحط كده بقى. عايزه اقول لكم في ناس كتير مش بتحب بلح البحر عشان بيحسوا مهما عملوه سووه بيبقى فيه زفاره، دي بقى الوصفه دي مش هتحسوا باي زفاره من اللي انا بقول لكم عليها. فاضل ايه بقى؟ كده جبنه موتزاريلا او جبنه مشلله لو عايزينها تمط قوي، هي دي هتمط على فكره، التانيه برضو بتمط جدا، بس نبيتها او مش نبيتها، قاعده بس ساعتين في ميه بارده عشان الملح اللي فيها اهو. هندخل الفرن او المايكرويف هم 5 دقايق، جبنه بس تسيح وتعمل وش خلاص.